أجمع. نمضي مشاهدينا ونتواصل معكم عبر شرونت، أخبار كثيرة في انتظارنا. هذا عنوان آخر: الجيش إقلاق طريق القيادة لتدابير احترازية مفاجئة. أعلن الراتق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن أن إغلاق الطريق المؤدي إلى القيادة العامة للجيش في الخرطوم يجيء في إطار تدابير احترازية مفاجئة لمعالجة اعتزام البعض التجمع في شارع الطابية. وقال في تصريح صحفي أن التجمع لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يبعد حرم القيادة العامة من التجمعات ذات الصبغة السياسية والتي قد تؤدي إلى حدث فوضى في هذه المنطقة العسكرية. وشهدت الخرطوم اختناقات مرورية منذ صباح أمس الخميس. وأشار إلى أن ما ورد في موقع كنداك نيوز الإلكتروني عن تصريح للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة حول إغلاق الطرق عار من الصحة. ودعا العميد الحسن إلى جميع وسائل الإعلام والصحف لعدم التعامل مع هذا التصريح. نعم. نعلق على هذا الخلاف. نعلق عليه ببساطة. مسألة إغلاق الطرق والشوارع الرئيسية في حاجة إلى ثقافة أيضا. نعم. لأن أنا أتيت من بلاد عندما يغلق جسر يكون هنالك تنويه قبل أكثر من شهر أو شهرين، ناهيك عن شوارع كامل. نعم. قد نجد للأخ العميد عامر محمد الحسن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عذرا بأن الأمر جاءه بغتة، لكن إن كان الأمر مرتبا من قبل 24 ساعة فأتى بيانه هذا متأخرا، لأن هذا الإغلاق تأثر منه عدد كثير من الناس، فلا بد من إيجاد حيثيات وأسباب لهذا الإغلاق. فذهب البعض إلى اتجاهات قد لا تكون صحيحة، لكن يعني سار بها الركبان في المواقع الإسفيرية. ذهب بعضهم إلى أن هنالك مجموعة من الذين يشغلهم أمر لجنة التحقيق في فض الاعتصام، إذ أن موقعها بالقرب من يعني مقرها الذي أعطيت له بالقرب من القيادة العامة. نعم، هي في محيط القيادة، في محيط القيادة العامة. وهذا أولا خطأ، لأنه هذه اللجنة معرضة لنوع من مضاغطات شعبية، لا شك أنها ستواجه هذا في مقبل الأيام إن لم يقم في هذه الأيام. هذا واحد. الأمر الثاني، ذهب البعض إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المتعلق بالموازنة للمضاغط على عدم رفع الدعم الذهاب إلى القيادة، لأن القيادة بقت رمز لتجيش الذين يعترضون على أمر ما، أو الثوار إن أردت أن تسميهم. هؤلاء وجدوا في مبنى أو مقرات القيادة العامة نوع من تشكيل مضاغطة عالية تحقق مطالبهم، حتى وإن لم يكن ذلك الأمر كذلك، أي حتى ولم يكن الأمر حقيقة. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة فوجئت بهذا الإغلاق. يعني لابد مثل هذه البيانات قبل يوم أقل تقدير، إن لم يكن قبلها بأكثر من يوم. فحتى وإن جاء الأمر متأخرا، فمن وقت الإغلاق تعلن أسباب الإغلاق حتى يطمئن المار في هذه الشوارع أن الأمر ليس فيه مشكل، لأنه هذا الأمر تسبب في مضايقات مرورية نتج عنها حنق وضيق لدى كثير من المواطنين الذين واجهوا تلكم المضاغطات والمضايقات المرورية. نعم.